السلام عليكم يا شباب. في هذا الفيديو بقى هنستكمل برضو مع بعض دوائر التيار المتردد، ودي المحاضرة رقم 8. النهاردة بقى يا شباب هنتناول ال RL برضو كسيركت، لكن متوصلين مع بعضهم يا شباب بقى بالتوازي in parallel. طب ازاي بقى نحسب احنا المعوقة او الامبيدنس اللي هي الزد في حالة طبعا يا شباب لما يكون عندي ال R وال L متوصلين مع بعضهم يا شباب ميم بالتوازي؟ فتعالوا بقى نشوف هيحصل ازاي ان احنا نحسب الزد في حالة التوازي. ادي يا شباب عندي الدائرة اهيت، ده مصدر سورس اي سي، وعندي هنا ال R والاكس ال متوصلين مع بعضهم يا شباب بالتوازي. فانا عاوز احسب هنا الزد هنا بقى. فالزد هنا ولا يا شباب هنجيب لها او نحاول نستخدمها بطريقتين. طبعا عندي هنا زد او زد والاتنين بالتوازي، فممكن استخدم قانون عادي بتاع المقاومات ان المقاومه الكليه كانت بتساوي ايه بقى، فحتى لما يكون عندي مقاومتين بالتوازي حاصل ضربهم على مجموعهم، او كنت بقول ايه واحد على ار 1، بس طبعا هنا يبقى مقلوب هنا كده بقى، يبقى لنا ايه واحد على ار توتال زائد مين واحد على ار 2 وهكذا، لو كان عندي اكتر من مين من كذا مقاومه. ففي حالة لما كان عندي مقاومتين كنا بنقول بقى ان الار توتال هنا بتساوي ايه حاصل ضربهم على اساس انا واحد في المقامات، ومقلوب المقام يبقى فوق في الباص، يبقى حاصل ضربهم ار 1 في الار 2 على مجموعهم على ايه يا شباب مجموعهم. نفس القانون ده برضه هطبقه فين بقى، في حالة لما يكون عندي زد معوقه امبيدنس، مع اختلاف طبعا بقى ان هو ايه ان هنا في مقاومه وهنا اكس ال، فهنقول هنا برضه ايه زد هنا بقى حاصل ضربهم اللي هي مين الار، وطبعا زي ما احنا عارفين الار مقاوم بال الزاويه بتاعتها بزيرو عشان تبقى ان فيز مع الفولت او مع الزد في الاكس ال، والاكس ال طبعا بنعبر عنها ايه يا شباب بالجي على اساس ان نعرف دي ديت مركبه عموديه او قيمه تخيليه، فتبقى عندي هنا جي في اكس ال ده حصل ضرب اهو على مجموعهم الار بلس الجي برضو اكس ال، طبعا ده يطلع لي في النهايه شباب مين بالاوم. طيب تعالى بقى نبسط المسألة تاني بقى، هتبقى عندي هنا ال R مضروبة في مين؟ في ال إكس إل، تمام، و جي بقى بنعبر عنه إيه بزاوية 90 درجة المركبة العمودية، طبعا هنا بوسط فين عشان دي إكس إل، وتحت أكيد بقى يطلع لي برضه عندي بقى مقدار يا شباب ومين وزاوية. فهنا طلع لي مثلا ولتكن هنا عندي زاوية اسمها فاي بقى، وطبعا ال R زائد ال جي اكس نول بالتوالي، هتبقى ممكن نسميها مثلا وليكن زد نود. يبقى ساعتها بقى هضرب ال R في الاكس ال كمقدار واقسمه على فين؟ على زد نود نوت، فده اصبح هيبقى دي القيمة مين او المقدار، وبعدين هنشوف ازاي يطلع ازاي بقى. فيبقى عندي هنا ال R مضروبة في ال إكس إل على زد نوت، وده أصبح هنا يا شباب المقدار بتاعنا، والزاوية بقى إيه هنطرح الزوايا من بعض، البسط مثلا المقام بقى 90 ناقص مين يا شباب؟ ناقص الفاي. طب تعالوا بقى ناخد كمثال على كده بقى. طب أنا لو افترضت نقط بقى كمثال، طيب قلنا بقى كاكزامبو بقى طبعا عندنا بقى، تعال ناخد بقى مثال بالارقام. ف
انا افترضت عندي هنا ال R ب 13 اوم يا شباب، وال XL هنا ب 15 اوم. طب قلنا من شويه، قلنا الزد بقى هتبقى حصل ضروب على مجموعهم، فاذا بقى الزد هتساوي هنا ال13 اللي هي المقاومه اهيت، مضروبه في مين بقى؟ طبعا ديت اللي هي الاكس ال مع الزاويه كام؟ 15، قصدي بقى هنا قيمتها 15 وزاويه كام؟ هنا 90 درجه على مجموعهم بقى، كمجموعهم كايه، ككومبلكس نمبر، يبقى 13 هي الار زائد الجي اكس ال اللي هي 15. ده يطلع كام يا شباب بقى؟ نضرب 13 في 15 هيطلع 195، والزاوية كام؟ 90 درجة زي ما هي اهي، وموجب طبعا الزاوية. انا بقى لما اجيب دول ككومبلكس نمبر ده هنجيبه ازاي بقى يا شباب؟ تعالوا نفكر بقى، هعمل هنا مين؟ البولا، عشان ده الريكتانجل هجيب ايه؟ مقدار وزاوية. وهنا طبعا اللي هنا هحط هنا الاكس اللي هي 13، واعمل كومة واحط هنا كام؟ 15، واقفل القوس. فكده يطلع لي مقدار هنا، يطلع لي كام بقى؟ حوالي 19 و8 او 85%، ده مقدار. طب والانجل كام بقى؟ الفاي تطلع لي ب 49 دجري. يبقى اقدر اقسم بقى المقدار دوت 195 على 19 و85%، هيطلع معايا كام؟ حوالي 9.8. وقلنا ما تنساش في حالة الايه القسمة، بنطرح الزوايا، هطرح الزوايا الايه المقام من البسط، فدي 90 ناقص 49 طالع لي هنا يا شباب كام؟ 41 درجة. وطبعا دي زدت عليها في الآخر شباب مين؟ بالأوم. ده كده أنت ممكن طبعا إيه تستخدم بقى، قلنا بقى إزاي أحسب المقاومة المعوقة في حالة التوازي، إزاي نجيب الزد شباب في حالة مين؟ التوازي. طب في طريقة تانية بقى، وهي نستخدمها شباب في بقى في حالة ان انا مش عاوز استخدم الزد، هستخدم حاجه اسمها اللي هي الواي، والواي هنا بتعني مين بقى؟ حاجه اسمها ادميتنس. وتعالى نبص يعني ايه بقى ادميتنس والقانون بتاعها بقى. انا عندي هنا الواي بيساوي الجي ماينس القيمه التخيليه برضه اللي هي الجي في البي. ودلوقتي بقى هنثبت القانون ده يا شباب مع بعض دلوقتي حالا، طبعا ده له اثبات. طب تقصد بايه الكلام ده بقى؟ ان عندي هنا الواي هي مقلوب 1 على زد، واحد بينا شباب على زد. يعني اقول في النهايه نهوت ان الواي لما بتساوي 1 على مين؟ على زد. وزد زي ما احنا عارفين تمام الار زائد جي اكس ال. طب انا بقى لو ضربت البسط والمقام في مرافق المقام، طبعا انت عارفين المرافق الكونجكيت، فهغير مين الاشاره بس ديت تتغير تبقى ايه؟ كانت هي موجب تبقى بوزيتيف، تبقى قصدي سالب هنا نيجاتيف، تقول بقى اه تمام هنا الاشاره تبقى سالب جي اكس ال. وزي ما ضربت في البسط برضه هضرب فين؟ في مرافق المقام برضه بين اي ار سالب جي اكس ال، اكيد ما عملتش حاجة اهو. يبقى ضربت في البسط والمقام هنا في مين؟ في المرافق المقام. طبعا اكيد بقى هنا ايه الواحد على الزد دي كلها مين؟ هي الواي. يبقى نقول بقى الواي بتساوي هنا الار سالب
جي اكس ال في واحد هي نفسها تبقى ار سالب جي اكس ال ده في الباسط. طب ما الار هنا بقى زائد جي اكس ال في الار ناقص جي اكس ال يعتبر ده ايه بقى؟ ده اكنه فرق بين المربعين، يبقى عبارة عن الار سكوير ده هيطلع لي هنا ايه زائد بقى زائد عشان هنا في جي هنا اهوت، هيبقى عندي كام بقى ار سكوير بلس مين الاكس ال سكوير. هيساوي البسط زي ما هو. طب المقام بقى مش ده عبارة عن زد تربيع يا شباب كمقدار، يبقى ده عبارة عن كام بقى زد سكوير. يعني ممكن اقول هنا بقى في النهاية بقى ان الار على زد سكوير سالب الجي اكس ال على مين يا شباب؟ على زد مين سكوير. هشيل المقدار ده كله بقى اللي هو القيمة الحقيقية هيت وعوض عنها برمز جي، جي كابيتال جي، واشيل الاكس ال على الزد كلها ونعبر عنها برمز كابيتال بي فور بوك. يبقى اصبحت الواي في النهايه يا شباب بتساوي ايه بقى؟ تمام الجي سالب مين الجي في البي، حيث قلنا بقى ان الجي هنا مين هتساوي الار على مين على الزد سكوير، والبي هتساوي الاكس ال على الزد مين يا شباب سكوير. كده قدرنا نثبت مين يا شباب ان الواي مقلوب مين الزد، وحاول بقى تربط الزد ده بقى مع الواي ان الزد كانت بتساوي الار زائد الجي اكس ال، هنا الواي اللي مقلوب الزد فهتبقى برضه هنا ايه بقى ايه مقلوبه الار على او حاصل ضرب او حاصل اسم بقى الار على الزد التربيع هي الجي، والبي هي مين الاكس ال على الزد التربيع، ومنساش بقى ايه في حاله الزد كانت بوست في ثلاثه تبقى نيجاتيف. تمام طيب وحدة بقى قياس ال O ال Y اللي هي الأدمتنس. طب خلينا نقول برضه مسميات برضه، أنا كده قلت هنا بقى ال Y هي اسمها إيه أدمتنس. طب وال G هنا بقى من عندي هنا يعتبر مقلوب من المعوقات هنا أو ريزيستنس، فهنا عبارة عن إيه يا شباب بقى بنسميها هنا هو كوندكتنس. يبقى ال Y بيسموها أدمتنس، ال Y بنسميها يا شباب ادميتنس، اللي هي المقابل للزد بنسميها امبيدنس ادميتنس. طيب والجي هنا بقى بنسميها كوندكتنس، هون كوندكتنس. طب والبي بقى بنسميها ساس بيتانس. ساس بيتانس. وهتلاقي بقى شايف في التلاتة كلهم مشتركين في ايه في المقطع تانس، يبقى اد ميتانس هنا كوندكتنس هنا سسبنس. طيب وحدة القياس هنا بقى طبعا الزد هي اوم، فالواي بقى والجي والبي هيبقى عندي وحدة القياس بتاعتهم مقلوب الاوم، فانا قلنا دلوقتي ان الزد هي وحدة القياس بين يا شباب الاوم. طيب بقى كل من الواي
والجي والبي هي مقلوبات على الترتيب بقى الزد ومقلوب الريزيستنس او القيمة الحركية اللي عندي تمانية ريزيستنس، والبي مقلوب بين الاكس سواء كانت اكس سي او اكس ال. طيب هنا بالزد هنا اوم، يبقى وحدة القياس بقى الكلام ده كله على بعضه، كل واحدة منها بقى تبع عكس الاوم او الواحد على اوم، يعني ممكن نقول بقى اوم اس سالب واحد، او المكافأة لها بقى مش انا بكتب بديت ديت اسمها اوم او اتش ام. طب انا بقى لو انا طالب العكس من اليمين للشمال هقول بقى مو، تبقى الواحدة التانية المكافأة لها مو، والواحدة الأخيرة بقى المكافأة لهم هي اسمها شابين سيمنز سي مانس. واختصارها بقى او الرمز بتاعتها كابيتال اس. يبقى نيجي نعبر بقى عن وحدة قياس الواي والجي والبي بالاس، كابيتال اس اللي هي سيمنز او الاوم اس سالب واحد او الاوميجا اس سالب واحد او المو. طب تعالى بقى نشوف احنا بقى هنطبق القانون ده برضه بقى ايه، ونحسب بقى شباب مع بعض عن طريق بقى الواي هايت زي ما قلنا بقى استخدام الادمتنس، وادي قلنا الواي بتساوي الجي سالب جي بي، وقلنا طبعا دي واحدة قياسها بقى يا اما المو او اوم اس سالب 1، وده بقى شباب مين الادمتنس ترانجو اللي هو عكس مين الزد ترانجو. ادي الجي طبعا دايما يقولنا ايه دايما الار، والجي هي في مين اتجاه الاكس اهي. هنا بقى عشان عندي هنا البي هنا سالبه فتبقى تحت في مين في الواي السالب. طبعا احنا عارفين ايه يا شباب الخط المحاو متعامده، ادي الاكس وادي الواي هنا في اتجاه السالب يا شباب، فهنا عندي البي في اتجاه السالب، وبالتالي المحصلة بينهم بقى هي الواي، وطبعا عندي هنا البي سالبة يبقى أكيد الأنجل ديت هنا كان برضه بالسالب في اتجاه السالب. طب تعالى بقى دلوقتي زي قلنا بقى كمثال، احنا قلنا دلوقتي الأر كان عندي بكام؟ بتلاتاشر أوم. عايزين بقى نحسبها بقى المعوق هنا أو الإمبيدنس هو باستخدام مين بقى؟ الواي. دي كانت قلنا بقى كمثال 15 اوم. يبقى هنقول هنا بقى ممكن تجيب الجي لوحدها، تعال نجيب الجي لوحدها بقى. الجي هنا بتساوي كام بقى؟ حد بيقول ده الار على زد التربيع، تمام؟ يبقى هنا هتساوي كام بقى الار؟ خد بالك يا شباب انا عندي هنا في ال هنا الزد بقى اول عندي كان ار بس في الفرع دوت، وفي عندي دوت ملف في الفرع التاني دوت متصلين بعضهم بالتوازي. فهنا دي هتبقى زد واحد، وانا قلت لكم دي زد اتنين. طب زد واحد هنا مين؟ هي الار، يعني بقى اشيل هنا بقى الأرض زي ما هيت واقسم على مين؟ على زد سكوير. زد سكوير هنا بتساوي الأر هنا بس عشان مفيش هنا اكس اكس اللي معاه هنا، تبقى أر طيب الأر، يبقى كنسل أر مع أر، يبقى كان بقى واحد على أر اللي هي بتساوي كام عندنا بقى؟ هي واحد على كام؟ على 13 اوم سالب واحد دي جي. نفس الشيء بقى يا شباب تعالى نجيب مين البي. البي قلنا بتساوي بقى تمام اكس ال على زد تربيع برضه. طب هنا زد بتساوي هنا بقى ديت زد واحد هنا بتساوي الار
طبعا دي هنا ديت اكس ال، وهنا الزد هنا برضه بيساوي مين؟ الاكس ال على اساس الار هنا بزيرو، يبقى اقول بقى اكس ال على اكس ال شايف مين تربيع على اكس ال في اكس ال، كنسل اكس ال البسط مع واحدة في المقام، يبقى كام؟ واحد على تمام اكس ال، برضه واحدة قياسها مين يا شباب؟ السالب او اوم سالب وان، وساعتها بقى نعوض عن ايه الاكس ال بخمستاشر، يبقى اقول واحد على خمستاشر هتساوي كام معايا يا شباب بقى؟ الخمستاشر طيب خليها زي ما هي كده اهوت، او ممكن تطلع معانا واحدة خمستاشر تطلع حوالي 67 من 1000، قلنا بقى مو او اوم سالب وان او ايه بقى او سيمنز زي ما انت تكتبها بقى. طب دي يطلع بكام؟ ديت واحد على 13، دي 13 يا شباب سوي واحد على 13 اللي هي ملوك المقام هنا بقى تطلع بكام؟ حوالي 77 من 100، 77 من 1000. اوم اس سالب واحد، يبقى ادي الجي 77 من 1000، وادي البي طلعت معانا كام؟ 67 من 1000 اوم اس سالب واحد. ساعتها بقى نقول ان الواي بتساوي كام؟ تمام نشيل بقى الجي اللي هي قلنا كام بقى الجي؟ لون عليها ب77 من 1000، وقلنا بقى ايه ماينس الجي اللي بيب كام؟ ب67 من 1000. وبالتالي يطلع معانا يا شباب بقى ده كله على بعضه تمام، يطلع بقى ايه واحد او 102 من 1000، 102 من 1000 تقريبا، وزاوية كام يا شباب؟ سالب 41 دجري. قلنا بقى الوحدة القياس هنا بقى اكتب الاس او اوم اس سالب واحد. طب انا عاوز الزد بقى، ما احنا قلنا دلوقتي بقى الزد بتساوي تمام مقلوب الواي، او الواي بيساوي مقلوب الزد، يبقى واحد على مين؟ على واي. تعالوا نطلع شوية عشان ايه تبقى باينة معاكم. يبقى نقول يا شباب بقى واحد على مين؟ على الواي اللي هي واحد او 100، وقصدي بقى او 2 من 1000. الزاوية كام يا شباب بقى؟ اللي هي سالب 41 درجة. فالواحد على 100 واحد 102 من 1000 تطلع بكام؟ حوالي 9.8. وطبعا هنا يعتبر دي بزاوية زيرو، ويطلع فوق يبقى ايه بشرع عكسات موجب كام؟ 41 درجة. هنا بقى طبعا زد بقى يبقى هنا ايه اوم. تعالى بقى قارن دي بقى باللي احنا حسبناها مين من فوق بالزد، بحيث ايه ضربنا حاصل ضرب ايه الاتنين على مجموعهم كبالتوازي. فكده قدرنا نستخدم بقى شباب ان الواي في النهاية اصبحت هنا بقى نستخدمها في حياة التوازي. لو انت طبعا مش عارف تستخدم بقى او صعب عليك تستخدم حاصل ضربها مع المجموع بالزد، بنقول بقى ان الواي هي بتساوي الجي ماينس الجي في البي، متنساش وحدة القياس هنا بقى اللي هو سيمنز الاس او المو او ايه بقى الاوم اس سالب واحد. قارن دي بقى بالقيمة اللي فوق يا شباب بقى اللي احنا حسبناها من فوق الزد. تعالوا نشوف الزد حسبناه بكام.
دي كانت الغاية اهيت. ده شاب اهيت، دي لسه برضه تبع ايه الواي اهي. ادي زد الشهاب اللي جبناها اهيت، طلع بكام قلنا بقى؟ كان 9.8 يعني حوالي 10، والزاوية كام؟ 41 درجة كده. شهاب بقى يكون ده بقى ايه، نستخدم الواي هنا في حالة التوازي، واقدر اجيب مين بقى اي معوقة او اي امبيدنس اقلب بقى على كده الواي. يبقى كده زد في الحالة دي بقى، لما قلنا بقى هنا عندي المقاومة دي 13 اوم، والاكس ال ب 15 اوم. ده بقى نحسبها عن طريق الزد ومين والواي وكده. يا شباب لو انت بقى كنت اول مرة تشاهد القناة، فما تبخلش بقى بالاعجاب والاشتراك بالقناة. والى بقى نلتقي بكم يا شباب في فيديو قادم. دمتم يا شباب في رعاية الله وأمني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.